أدوبي طبعا أعلنت عن مجموعة من الأدوات بالذكاء الاصطناعي داخل منتجاتها، زي مثلا الفوتوشوب واللي هو دلوقتي موجود في البيتا، لكن كمان على المتصفح تقدر ان انت تدخل وتجرب بعض الأدوات زي التكست تو ايمج والتكست افكت، وعلى حد علمي حاجات تانية. بس في الوقت الحالي خلونا نجرب الاتنين دول مع بعض، واللي هي عاملة زي ميد جيرني كده، ان انت تدي الذكاء الاصطناعي نص معين وهو يعمل لك تصميم او صورة. فخليني اقول مثلا انا عايز كورنر للتلفزيون ومعاه يعني زي انتري كده عصري وحديث، فخلينا كده نشوف الذكاء الاصطناعي هيعمل ايه. طيب دي كده كانت النتيجة، عمل يعني زي كده ركن في اتنين يعني سيت، وفي ترابيزة مثلا ممكن حد يحط عليها حاجة، وتلفزيون مش شغال عليه اي حاجة. انا حسام الدين حسن، ودي قناة ايبرينيرز، القناة اللي هتساعدك تعرف كل ما هو جديد في مجال التكنولوجي بشكل عام، والاي اي والفي ار على وجه الخصوص. فلو انت حابب تعرف ازاي تستفيد من التقنيات دي، هتشرف جدا بمتابعتك واشتراكك في القناة.